في الحقيقة في مفاجأة ساحرة كلنا شفناها امبارح في حفل افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية اللي استضافتها مصر على ملعب مصر في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ملعب مصر اللي شفناه مع أول مباراة لمنتخبنا الوطني كان عبارة عن لوحة فنية، كان عبارة عن تحفة معمارية حسستنا بالفخر بوجود منشأة رياضية عالمية زي دي على أرض مصر. الافتتاح امبارح فعلا كان حاجة تدعو للفخر، وزي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي استاد مصر اللي شهد امبارح افتتاحية البطولة بين منتخبنا الوطني ومنتخب نيوزيلندا، بيعتبر واحد من يعني المنافسين لأكبر وأضخم الملاعب الأوروبية حول العالم. خليني أقول لكم من حيث النشأة والسعة الجماهيرية وكمان أرضية الملعب. في الحقيقة استاد مصر يعني يعتبر أكبر استاد من حيث سعة الجماهير داخل الدولة المصرية، ويعتبر أيضا الثاني على مستوى القارة الإفريقية. الاستاد ده يا جماعة بيتسع ل 92,000 متفرج، وبيعتبر واحد من الملاعب اللي هيكون وجهة مشرفة وقوية جدا للرياضة المصرية في المستقبل. ويمكن امبارح المنتخب الوطني لعب المباراة الافتتاحية لهذه البطولة وقدر ان هو يفوز في أولى مبارياته وعلى المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 1-0. يعني امبارح اليوم كان يوم يفرح، بداية موفقة لمنتخبنا الوطني، مخليانا كده مستنيين بقى نشوف ان شاء الله نكسب في البطولة، وفي نفس الوقت استاد كان حاجة تدعو إلى الفخر. فمرة تانية بداية موفقة لمنتخبنا الوطني، والنهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معنا حلقة أو فقرة مفصلة نتكلم فيها عن تحليل مجريات اللقاء ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب نيوزيلندا، فتابعونا في خلال الحلقة. مرة تانية بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر.